وعلى بالي كاين بالك ألف واحد أدير فيديو على القراية، وأنا بغيت نكون بالك ألف وواحد أدير هاد الفيديو. بون علمونا دايما كي تبغي تبدا في كاش حاجة اللي تبريزونتيها. بون القراية هي حاجة مليحة، وأنا بيرسونيلمون كنت نبغي القراية، كنت نموت عليها القراية، ومن كثرية الفرحة كنت نوض بكري على 7 تاع الصباح، نوض فرحان بزاف، ومن كثرية الفرحة كنت نوض مريض. تلاميذ، ماذا يمثل هذا العدد الآن؟ أس 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 قول 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 تب تب أنا عايش ما تقولها قول قول أستاذ رامي مرحبا حلو تم صفحة 54 رقم 7 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
أستاذ. واه بنتي تدلناش ولاقي تاع الفرد لي خدمة غاية. بس يا سان زيفتهم لك معودي الصغير للدار راي حافظ الأستاذ. يا ما تخميش بنتي يا ما أستاذ. عندي 9:30 ما تخفلها ليش 10. لا ودي دستور جزائري شي يقول المادة 54 من الدستور الجزائري الشعبية الديمقراطية. باك بون كي قرب الباك يجي ربيع بروبابلومون كي غادي يجي ربيع غادي وين تولي الناس غادي يولوا يحوسوا الناس هم بالوطاهم الناس عايشين سوى لاصحاب الباك مزيه اللي عايشين و جو سي با بوركوا لي غادي يفوتوا الباك ماشي كاع كيف كيف كاين اللي ماشي داخل الامتحان تاع كل رجوله ومنا وكاين اللي تقول داخل تواليت الفيغي يدخل الباك عندها لافونير تاعها تقول داخل تواليت نور وكاين واحد لي زيلاف اللي تبدلوا كي غادي يفوتوا الباك واه جوامع تعمروا بهم ونسبه الوفيات تزيد تانيك في الجيري وبزاف صوالح بون صحاب الباك ان شاء الله اللي يخدم يربح وبارطاجيوها باش كاع الناس تشوفها وكاع الناس تقول امين ميرسي واش حبيبي منو سموح لنا اللي ما نخدموش غادي نخسروا الباك صح ان شاء الله كاع تربحوا صح غادي نبارطاجيوها صح هرس تخسر هرس نخسر Pas besoin de cogiter ta diatité, ta guerre.